الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل مع حفظنا لسورة الحج، وسوف نتعلم معا في هذه الحصة بمشيئة الله عز وجل من الآية 68 إلى آخر السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. أعيدوا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا، وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أعيد ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب نعم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق
حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. أعيدوا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم جل جلاله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. أعيد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده. أعيدوا. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم. هو اجتباكم. هو اجتباكم. هو اجتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ملة أبيكم امشي.
الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. وننتقل إلى القراءة الفردية. تفضلي. مرحبا. يا أهلا وسهلا. الحمد لله على إتمام هذه السورة. يا مرحبا. قولوا الحمد لله. أي نعم، توفيق من الله. ها، هو اجتباكم، هو اصطفاكم، هو اختاركم من بين البشر عامة، فقل الحمد لله على هذه النعمة. ها، شوف غيرك الآن فين موجود، الله أعلم. أنت في بيت من بيوت الله عز وجل تتعلم القرآن والحرف بعشر حسنات، وتحفك الملائكة وتغشاك الرحمة، ويذكرك الله في ملأ أفضل من هذا الملأ وهم الملائكة. ها، فأي فضل وأي خير وأي بركة بعد هذا الفضل؟ قل بفضل الله وبرحمته، والرحمة في الآية هي القرآن. قل بفضل الله، والفضل في الآية هو الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله الثبات والعمل بما جاء في القرآن الكريم. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نعم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ كنزيل شوية في الكسرة بتاع فما في السماء، ما في، ما في فتحة كسرة وهكذا. نعم. جل جلاله. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من بين كسرة الميم، ويعبدون مي دون مي من الفتحة إلى الكسرة. نعم. ويعبدون عيدها. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. سل، ترقيق اللام، سلطانا. ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. أحسنت. وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات كسرة التاء، بينات تاء، بينات تاء. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون يسطون يس طقيس يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها ارحل يا أي يا أيها يا أيها أي أي نعم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف فخم الضال، ضعف الطالب والمطلوب. كيف، بارك الله فيك نظرا للوقت، جزاك الله كل خير وأحسن الله إليك. مرحبا. اللي بعدها. يا أهلا وسهلا. مرحبا. تفضلي.
ما قدر الله. ما قدر رو فخم الراء المضمومة. ما قدر الله. نعم. ما قدر الله حق قدره. جل جلاله. إن الله لقوي عزيز. لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. إيه نعم. الله. الله ترقيق الهمزة المبدوء بها. الله. الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. إن الله سميع بصير. 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 ترقيق الراء. بصير. بصير. أحسنت. كم يعلم الآية التي بعدها؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. واسجدوا. واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو جدبان. هو جتباكم. هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم. هو سماكم. غنة الميم. هو سماكم. نعم. ملة أبيكم. هو سماكم. من هنا وانت ماشي. هو سماكم. نعم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نعم. فأقيموا الصلاة. فأقيم بين الهمزة. فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. النصير. أحسنت بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا. ما شاء الله. يا مرحبا. يا مرحبا. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. استعمل الميكروفون. هاي يسير. هاي. نعم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في يعلم ما يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. على الله يسير. إن على الله يسير. أيوة. مش من دون. لا من دوني على مخرج الدال مباشرة. من دوني. من دوني هكذا. مش من دوني. لا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. نعم. وإذا تتلى عليهم عليهم كسرة الهاء عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. نعم. يكادون يسطون. يسطون. يس أس قولي أس. يس. أي السين عندك فيها مشكلة. يس أس. يكادون يسطون. أي هذه هي. الذين يتلون. 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 شدة وبعدها همس. يتلون. يكادون يسطون بالذين
عليهم آياتنا. نعم. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. يا لطيف. النار وعدها الله. وعدها الله. الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له نعم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم يسلب سكني جيدا يسلب نعم وإن يسلبهم مش يسلبوا ولكن مضمومة يسلبهم الذباب نعم قول يا أي لا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون أي نعم فخم الضالب ضعف الطالب والمطلوب كافي بارك الله فيك صلى الله إليك وجزاك الله كل خير مرحبا نعم الكل ضعيف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا جرأة على الله ما قدر الله حق قدره ما ثماش واحد يعرف حقيقة المولى عز وجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعرف الناس بربه سبحانه وتعالى وما ثماش واحد يعرف قدر النبي مثل الله سبحانه وتعالى ولذلك تكفل هو بنفسه فقال إن الله وملائكته فبدأ بنفسه لماذا؟ لأنه يعرف هذا القدر العظيم وهذه الرحمة المهداة للناس جميعا فقال إن الله بدأ بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يخرج لك واحد تافه يقول لك الاستسقاء شعوذة لا وزن له هذوما اللي يقولوا هكا تعرف شنو جزاؤهم يحشرون يوم القيامة لا وزن لهم ألم تقرأوا في آخر سورة الكهف حينما يقول الله سبحانه وتعالى قل في آخر السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا يا لطيف تحب نقول لكم يعني اليوم القيامة اللي ما عندهم حتى شيء لا وزن لهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم سعيه كله في معصية الله سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا توكي بشي يطلع لك بالفكرة هذه ويقول لك الاستسقاء شعوذة وهل يقول لك الصلاة اللي تصليه في هذه شنية هذه والمرأة اللي لابسة خمار الويه الآية شكون كمل لي الآية اللي كنا نقوله فيها الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين شبههم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم يا لطيف أي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا علاش هذا كل ذلك جزاؤهم جهنم ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا لا أكفي الإسراء ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي هيك واتخذوا آياتي ورسلي هزوا فلذلك نسأل الله الثبات حتى نلقاه أي نعم يبيع دينه بعرض من الدنيا
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. والرجل هنا الذكر والأنثى، مش كان الرجل مقصود به لنعرفوه، لا، الذكر والأنثى الاثنين معا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. علاش؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، منصب زائد. اي نعم. فهذه السورة تعطينا المقارنة، بدأها الله يا أيها الناس للكل، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء، وفي الأخير قال يا أيها، هذا الاصطفاء ليحكي الله يصطفي في آخر السورة بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ما قالش يا أيها الناس اركعوا واسجدوا، لا، يا أي التخصيص، إن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحوا. والفلاح فين؟ قال في السورة اللي بعدها مش تلقاوه، قد أفلح، قد تفيد التحقيق، قد تحقق فلاحهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هك الصفات اللي تحبهم، 10 صفات، إذا أردت أن تكون من المفلحين فحافظ على هذه الصفات. فين؟ في السورة اللي بعدها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو، واللغو قد يؤدي بالإنسان إلى جهنم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذه الصفة الأولى يا لطيف، شنو الأسباب اللي خلتكم في جهنم؟ ها، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا يا لطيف، كل كلامه كيبدا يمدد وذنه ويسمع ويزيد عليها، وكنا نخوض مع الخائضين، وين يلقى عباد تتكلم وكذا يمد وذني، وهذه على الأسف حتى في المتدينين، وين يلقى كذا يمشي يمد وذنيه ويسمع وبعد ينقل ويزيد. رد بالك، الصفة هذه مذمومة، قد تؤدي بك إلى جهنم والعياذ بالله. وكنا نخوض مع الخائضين. فنسأل الله الثبات على هذا المنهج السوي حتى نلقى الله عز وجل. اي نعم. ما قدر الله حق قدره، تفضلي بالقراءة. ما قدر الله حق قدره، قدره، قدره. اي، إن الله لقوي عزيز. أمشي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، جل جلال. إن الله سميع بصير. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا، واعبدوا، ترقيق الآن، واعبدوا، نعم، واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فماذا فعلتم بالإسلام؟ هذيك علاش قال عطفها، قال ويكون هو سماكم المسلمين، أي والإسلام سوف تسألون عنه. شفت علاش بعدها اش قال؟ هو سماكم، يحكي على سيدنا ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، اي وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلتم بالاسلام؟ ماذا قدمتم للاسلام؟ وتكون انتم هذه الأمة، علاش؟ لان عندها القرآن. هذه الأمة لماذا؟ لأن عندها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فتقرأ الأمم السابقة ماذا حصل معها؟ منين؟ بالقرآن. لذلك في الحديث المولى عز وجل ينادي كل الأنبياء ويسألهم هل بلغتم؟ فيقولون نعم. يقولون ما دليلكم؟ شو الدليل بتاعكم؟ هذه الأمة، هذه الأمة. بماذا؟ بالقرآن مش بالكلام.
لا بالقرآن، في القرآن موجود. نوح بلغ ولا ما بلغش؟ بلغ. إبراهيم، موسى، عيسى، وين موجود هذا كله؟ ها، واللي يتربى على أشياء أخرى منين بشي بلغ؟ هو يقعد حل فم وبيت يزيد يشهد عليه هو بيت. ها اي نعم تفضل. اي فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيك، ربي يتقبل إن شاء الله. شكرا، جزاك الله كل خير. مرحبا. نعم يا أهلا وسهلا. ارفع صوتك شوي، قرب الميكرو. اي قول الم تعلم ان الله، الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. ويعبدون دون الله، من دون الله، من دون الله، بين الدال، من دون الله. ويعبدون، هاي قرب شوي الميكرو باش نسمعوا. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل، ينزل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. من نصير. وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون به. يسقون، يسقو فخم الطاء. يكادون يسقون به. يسقو، يسقون به. مش صاد هي، يس بالسين. يسقون، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر رق الشين. قل وبئس، مش وبئس، وبئس. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس، وبئس، وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ولو اجتمعوا له. اي نعم. لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. كافي، بارك الله فيك، شكرا. اللي بعد، هاي مرحبا. يا اهلا وسهلا. قديش الرقم هذا؟ 6. طيب سبحانك لا علم لنا. ما قدروا الله حق
ليكون لي لي وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يا الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. بارك الله فيك وفتح الله لك تلاوة طيبة، أحسنت جيدا ما شاء الله. مرحبا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم أن سكن وبعدين شيل الهمزة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ما في السماء والأرض جل جلاله إن ذلك في كتاب. أي والله إن ذلك على الله يسير. نعم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. نعم. وما للظالمين من نصير ترقيق. هاي تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. نعم. قل أفأنبئكم بشر مرة. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. صحيح. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون قلق للدال إن الذين تدعون فصيحة ولو اجتمعوا له أي. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب كافي. بارك الله فيك، ربي ينفع بيك إن شاء الله. شكرا، أحسن الله إليك. أي الرقم الأخير. مرحبا. ما قدر الله حق قدره إن الله زد شوية غنى في النوم. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير.
بصير، ترقيق في الراء بصير. إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وهو سميناكم المسلمين من قبل تخفيف القاف، من قبل هو سماكم المسلمين توقيف في التاء. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فتح الله لك، يعتني بالرآء.